فجأة وعلى غير المتوقع تهاوت الدولة وتساقطت مقراتها ومؤسساتها السيادية وأولها مؤسسة الجيش، وصارت العاصمة بيد الميليشيات القادمة من أقاصي الشمال ومن خلفها المخلوع صالح. ولوهلة ظن الناس أن التاريخ خان عهده وأن حقبة الظلام عائدة من جديد. واصلت ميليشيا الحوثي والمخلوع تقدمها باتجاه محافظات الوسط وجنوب البلاد، وبدأت الحقيقة تتكشف وصار الانقلاب فعلا واقعا على الأرض، فكان لابد من ردة فعل مقاوم، وهو بالفعل ما حدث. انهار حسب تنبر أبت الرضوخ، وحمل الشعب على عاتقه واجب الدفاع عن الجمهورية والثورة، وانخرط الناس في مقاومة شعبية في عدن وتعز وأبين ولحج والضالع ومأرب والبيضاء، وصارت الميليشيا وجها لوجه مع الشعب. ولأن إرادة الشعب هي الغالبة والمنتصرة دوما، فقد سطرت المقاومة الشعبية وبإمكانياتها البسيطة في مواجهة آلة الانقلاب الحربية أنصع البطولات، وكان لها دور كبير إلى جانب الجيش الوطني والتحالف العربي في صناعة النصر وتضييق دائرة انتشار وسيطرة الميليشيا، حتى أصبحت المقاومة والجيش الوطني على أعتاب العاصمة صنعاء. آلاف الشهداء قدمها الشعب للحفاظ على الجمهورية والتصدي لمحاولات الانقلاب في العودة بالتاريخ إلى ما قبل 26 من سبتمبر، وهو ما أصبح ضربا من الخيال والجنون في آن. فما زالت ذاكرة الشعب حية بمآسي حكم الإمامة التي يراد لها العودة بوجه ميليشياوي جديد.